عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله هنخش المطبخ نعمل ايه؟ هنعمل حبه مهلبيه قمر الدين يا حبايب قلبي، حاجه كده فاخر من الاخر، طعمها جميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس، واللي مشتركش في قناه الشرف اعملوا شير للفيديو حبايبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. صباح الورد والفل والياسمين عليكم حبايبي. ان شاء الله باذن الله جايين هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مهلبيه المشمش حبايب قلبي، بيبقى طعمها روعه روعه وطعمها جميل جدا جدا. بايه حبايب قلبي؟ عندي من رمضان لفه قمر الدين، مسكتها حبايب قلبي قطعتها وحطيتها في حبه ميه على النار لحد ما ايه ما فكت خلص معانا كده زي ما انتم شايفين، عشان لما نضربها حبايب قلبي تبقى ايه، تبقى سهله معانا. ومعايا 3 معالق كبار نشا، تمام، ومعايا السكر ده حسب الرغبه بتاعتك انت بقى، انت بتحبي الحاجه حلوه حطي سكر كتير، بتحبيها كويسه في المعقول اظبطي انت ايدك في السكر، تمام كده حبايب قلبي. بيبقى طعمها جميل جدا جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. وحاجه حلوه تشرفك قدام ضيوفك لو حد جالك حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما ننسوش حبايب قلبي اخواتنا في غزه وفلسطين، ندعي لهم من ظهر غايب ربنا يفك كربهم ان شاء الله، ويجعل النصر حليفهم وينصرهم على من يعاديهم، يكفيهم شر اللي يتقوا شره باذن الله، الا ان نصر الله قريب. ربنا يجعل النصر حليفهم ان شاء الله، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. حبايب قلبي ما ننساهمش في كل ده، في كل وقت حبايب قلبي ندعي لهم عن ظهر غايب. الدعاء عن ظهر غايب ان شاء الله ربنا بيسمع ان شاء الله ويستجيب، وفي نفس الوقت الملك بيقول لك ولك مثله. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب اكون ضيفه خفيفه واكون فعلا قادره اوصل المعلومه وتكونوا بتستفادوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، ويدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله. هبدا حبايب قلبي باذن الله ان انا اضرب المشمش معايا كده حبايبي قلبي القمر الدين، هنضربوه كده مع بعض بس عشان هيشوف الهاند بلندر حبايبي. انا برضو ايه هفصل معاكم، تمام، وكمان هحط ميه على النشا عشان ادوبه حبايبي ونشتغل مع بعض ان شاء الله. خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا ضربنا القمر الدين كده زي ما انتم شايفين كده فك خلص معانا، تمام. دوبت الثلاث معالق نشا في قلب حبه ميه حبايبي، وهنفضيهم كده بسم الله الرحمن الرحيم عليه حبايبي كده، تمام كده. هنحط كمان السكر، السكر بقى حسب الرغبه زي ما انا قلت لك، تمام، وهنضربهم كلهم مع بعض وبعد كده نروح بيهم على النار كده حبايبي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اضربهم بس حبايب قلبي ان شاء الله عشان صوت الهاند بلندر بس تسمعوني، وارجع معاكم تاني. خليكم معايا حبايب قلبي، شايفين لونه بقى تحفه تحفه بجد ان شاء الله كده باذن الله. هنرفعه بقى على النار مع بعض برده ان شاء الله، خليكم معايا. شايفين يا حبايب قلبي بدا يتقل اهو زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله حبايب قلبي، مش قادره اقول لكم بقى ريحته عامله ازاي ولا طعمه حبايبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين حبايب قلبي تحفه 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 بجد ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكي معايا حبايب قلبي، هنزله ان شاء الله من على النار واعبيه واوريه لكم في الطبق. بص حبايب قلبي الكميه اللي عملناها بسم الله ما شاء الله، الطبق طبعا كبيره حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، الطبق حلو يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. طلعوا لي حبايب قلبي 3 طبق كبار زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين شكلها حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه ديت وتعجبكم، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي. من الحاجات اللي بتبقى جميله كفايه مزازه القمر الدين حبايب قلبي، بيديها طعم جميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تجربوا طريقتي وتعجبكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي حطوا اللايك واعملوا له شير عشان القناه تكبر بيا وبيكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله عشان يوصلوا مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي هدخله بس الثلاجه، اول ما يجمد ان شاء الله هوريه لكم، ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.